وأنا أبقى في مالي، حيث لوحت تنسيقية لا تلمس دستوري بالدخول في عصيان مدني إذا لم يلغي الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا مشروع التعديل الدستوري في أجل أقصاه 15 أغسطس الجاري عند منتصف الليل. وقالت التنسيقية في رسالة بعثت بها للرئيس المالي إن مشروع التعديل يشكل أولوية بالنسبة للشعب المالي. نستمع لتعليق الخبير في شؤون غرب إفريقيا إسماعيل وللشيخ سيدية من العاصمة السنغالية داكار. معظم المراقبين يرون انه لن يترشح لمأمورية ثانية، ولكنه يعد العدة لجيل من رجال الدولة ممن رافقوه طيلة مسيرته، منهم وزراء اوائل سابقون في عهده، ومنهم وزراء دفاع وداخلية في عهده، وهو يريد ان يكون حزبه الاقوى وأن يخرج باستفتاء الدستوري بشكل مشرف ومعين على الاستمرار بالحكم. ولذلك المدد الشعبي له ليس بالضرورة قويا، فنحن في دول الساحل نفتقد لاستطلاعات للرأي تعكس بشكل تقريبي ميزان القوى في البلد، في حين أن هذا الميزان يتحول عند كل شروق بسبب الفقر وعدم الاستقرار السياسي. وقال للشيخ سيدية إن المعارضة المالية لا تمانع في التعديل الدستوري، وإن الجدل القائم يتعلق بإحدى مواد التعديل الدستوري التي تقول بعدم إمكانية إجراء الاستفتاء في ظل احتلال جزء من البلد، وهو ما ترفضه الأغلبية الداعمة لنظام كيتا، وتقول إن البلد ليس محتلا. الحقيقة أن المعارضة المالية لا تمانع في التعديل الدستوري، بل تعتبره ظاهرة صحية حسب معظم التصريحات لقادة المعارضة الذين التقاهم الرئيس بابكر كيتا، بمن فيهم سمايل السيسي زعيم الكتلة البرلمانية المعارضة وزعيم مؤسسة المعارضة. لكن المشكلة في فهم المادة 118 التي تقول بأن البلد إذا كان جزء منه محتلا لا يمكن أن يجرى فيه استفتاء، وهذا يعني ما عبرت عنه الأغلبية الرئاسية بالباطل، لأن الحوزة الترابية المالية لم تشبها شائبة لأن القبعات الزرقاء جاءوا بموافقة من الحكومة المالية، ولأن الشمال مالي لم يعد منفصلا ولم يعد محتلا. صحيح أن الوضع لم يستقر بشكل كلي فيه، ولكنه يعني ما زال، لكن العالم المالي ما زال يرفرف على جميع التراب الوطني المالي. وأضاف الشيخ سيدية أن منح كيتا مهلة لإلغاء التعديل الدستوري سيكون له ما بعده، وأن ذلك يعتبر تفعيلا للمادة 121 التي يعتبرها الدستوريون الماليون ضوءا أحمر أمام الدكتاتوريات. من الواضح أن تنسيقية لا تلمس دستوري في مالي قادت عدة مسيرات وحملت اللون الأحمر، وشارك فيها طيف واسع، ليس فقط الأحزاب ولا زعامة مؤسسة زعيم المعارضة التي رأسها سمايل السيسي، وإنما أيضا المنظمات المجتمع المدني، خصوصا منظمات النساء والتيارات الطلابية. هذا القرار بإعطاء مهلة حتى 15 من الشهر الجاري للرئيس بابكر كيتا للعدول عن مراجعته الدستورية، هو تفعيل للمادة 121 من الدستور المالي التي ظل الدستوريون يعتبرونها قنبلة موقوتة، ويعتبرونها أيضا ضوءا أحمر أمام الدكتاتوريات، بدءا بموساد تراوري الذي كان منتخبا سنة 1979 واستمر في الحكم بشكل أقرب إلى الملكية، وهو ما قاد الديمقراطية المالية إلى الموت.